كل من التحق بنا في الاستماع على موجاتنا، موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ربط مباشر مع إذاعة الشباب وإذاعة تونس الثقافية. خليك على الخط، كما قلت باش نتحدثوا على مبادرة حلوة برشا، طريفة برشا، لكن فوائدها كبيرة برشا زادة. والتونسي دائما يبعد، دائما الأفكار الباهية تخرج من عند التوانسة بصفة تلقائية. منذ أيام يعني في التونسيين مقيمين في نزل من النزل التونسية في فترة حجر صحي، اقترحوا عليهم دروس في الإنجليزية، يعني 14 يوم في الحجر الصحي. صحيح أنه الفترة طويلة نوعا ما، لكن أنك تكتسب في مثل هذه الفترة خبرة من الخبرات أو أنك تتعلم حاجة يكون أجمل بكثير. الفكرة هذه انطلقت في دروس لغة أنجليزية للمقيمين في الحجر الصحي بنزل بالحمامات. صاحب الفكرة دياب الطيفة، وهو مدير عام وول ستريت إنجليش تونيزيا، معنا مباشرة على الخط. ضياء، أهلا وسهلا ومرحبا بك على موجات الإذاعة الوطنية. اهلا وسهلا، يعطيك الصحه وتحيه للمستمعين الكل نتاعك. شكرا ليك ضياء. يعني الفكره كما قلت انها طريفه، لكن في نفس الوقت مهمه جدا وغنيه جدا هذه الفكره، باعتبار انها تمكن المقيمين في الحجر الصحي من اكتساب مهارات بعد اقامتهم في الحجر الصحي، وهذا ربما يشجعهم انهم ينضبطوا في حجرهم الصحي. ان شاء الله ان شاء الله، هذا هو اللي الفكره اللي جات، وان شاء الله نعاونوهم باش ان شاء الله يعديوا 14 يوم باهين في الحجر الصحي نتاعهم، وبعد يخرجوا سلامات وهكاك يكونوا حافظوا على رواحهم، استمتعوا بوقتهم واستحفظوا على عائلاتهم زاده اللي باش يلقوهم بعد في ايام رمضان. ان شاء الله رمضان مبروك عليكم الكل. امين. هي كيفاش جات الفكره وكيفاش يتم تقديم دروس الانجليزيه بالنسبه للمقيمين في الحجر الصحي؟ والله بصفه عفويه جدا، احنا عندنا فريق تاع ماركتينغ وكوميونيكاسيون، كل يوم كل صباح تعرف الشباب نتاع توا ياسر عندهم افكار وياسر عندهم ابتكار وانوفاسيون في الاجتماع الصباحي اللي احنا نعملوه كل يوم. تعرضت مجموعه افكار اللي جات باهيه، قالوا فما مجموعه في اللوتيل هذاك، علاش ما نعملوش الفكره هذه؟ بطريقه عفويه جات الفكره، عجبت المجموعه نتاع المانجمنت المقررين، وقلنا نعملوها. احنا ديما نلوجوا ديما افكار هكايا ونحاولوا نعملوا افكار جديده مع لي كليون تاعنا، مع لي بارتنير تاعنا، ونحاولوا هكايا نعملوا شويه ابتكار ونحاولوا نعاونوا، خاصه في الفترات هذيا نحاولوا نعملوا حاجه تصلح. هذه فكرة من الأفكار اللي عملناها في الفترة الأخرانية، وعملنا برشا أفكار أخرى موجودين على الموقع نتاعنا وول ستريت انجلش وإلا على الفيسبوك. مثلا عملنا تعرف توا العباد الكل قاعدة في الدار، وتعرفوا الاستهلاك نتاع الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، فيسبوك، لينكدين، يوتيوب، الناس كل قاعدة تعدي في وقت كبير على الانترنت. احنا حاولنا نشاركوا في الفترة هذية، مثلا عملنا دي سيسيون دو بارتاج دي لايف على المباشر مع الاساتذة نتاعنا، حكينا مثلا كيفاش ليزيكسبيريونس ضد نتاع الرقمنة وال 100% اونلاين، كيفاش قاعد يغير في العادات نتاع الشركات، في العادات نتاع الاستعمال في الحياه اليوميه، تقاليد العمل الجديده، الدروس عن بعد، كل شيء يعني اليوم ولا تفرض علينا انه يكون عن بعد. تفرض علينا، يظل تفرض علينا، لكن هذه هي اللي باش يكون التمشي والتوجه العالمي. صحيح، يعني بعد الفتره هذه نتاع وان شاء الله نخرجوا سلامات من الجائحه نتاع الكورونا، يعني العباد الكل فهمت أهمية الرقمنة وأهمية الديجيتال، وبش يكون فما دي ترانسفورماسيون كبار بقدرة ربي على الموضوع هذا. هذاك علاش احنا مثلا حتى البارح عملنا ان سيمينار آخر ديما في نطاق التجديد. احنا نحب نقول لك وول ستريت انجلش هي مدرسة لغة انجليزية، لكن الهدف نتاعنا ان نحاولوا نعلموا العباد لي بارتيكولي ولي زونتربريز والشركات بطريقه ديفيرونت من اللي هو موجود. مثلا البارح عملنا لقاء لايف
استدعينا فيه زوز دكاترة، الدكتور علويني من تونس والدكتور أمين هيلة، مثلا نحكينا على استراتيجيات نتاع الخروج من هذوما من هالفترات الحجر الصحي، سميناها احنا لوكداون اكزيت استراتيجيز. حكينا كيفاش في تونس يلزمنا نعمله، شنو هما النصايح، كيفاش في امريكا، كيفاش في بلدان اوروبيه اخرى. الهدف احنا نتناولوا المواضيع هذه الكل اللي تمس المجتمع وتمس البلاد وتمس الشركات، ونحاولوا كل شيء نعملوه باللغه الانجليزيه باش هكاك العباد تتعلم الانجليزيه في المواضيع اليوميه. معناها وفاك العهد اللي الانسان قدامه سبوره واستاذ وكتاب وكراسه وستيلو، هذاك العهد هذاك انتهى. دونك اليوم ينزل طرق جديده، طرق جديده نتاع تعلم. عملنا دي سيمينار مثلا. سامحني خاطر ما عادش عندنا برشا وقت، حبيت نسالك يعني الدروس انطلقت بالنسبه للمقيمين في الحجر الصحي؟ اي انطلقت. وكيف عن بعد يعني كل واحد في بيته وفرت يعني؟ احنا الحاجه الباهيه اللي احنا الميثود نتاعنا الطريقه نتاعنا تعديت 100% اونلاين في 3 ايام. فرصه باش نشكر الفريق نتاعي تاع وول ستريت انجلش اللي في 3 ايام عدينا المجموعه نتاع الطلبه. احنا عندنا وول ستريت انجلش في البحيره واحد، في المنزه وفي الغزاله، الناس الكل تعديت 100% اونلاين في اقل من 72 ساعه. واليوم بنفس الطريقه قاعدين نوفروا هالدروس هذيا يعني بالديجيتال، يعني الانسان يقرا على التليفون نتاعو والا على التابلت نتاعو ولا على الاورديناتور نتاعو، وفي نفس الوقت عنده فرصه باش يتواصل عبر لي زابليكاسيون نتاع وول ستريت انجلش مع اساتذه حقيقيين، يعني يحكي معاهم يحكي معاهم في دروس حسب الامور اللي قراها. وهكاك الانسان يعدي حوالي مع وول ستريت انجلش حوالي ساعه ولا ساعتين كل يوم داكوردو، وفي الوقت اللي هو حاجته به بالفليكسيبيليتي توتال باش يحسن الانجليزيه نتاعو، كوساسوا تصلح له في حياته في الانترنت في الخدمه وكل شيء، مش هكاك يقدم. باهي توا نعرفوا انه المقيمين في الحجر الصحي ربما الكل مش عندهم نفس المستوى نتاع اللغه الانجليزيه، يعني هي بيرسوناليزي كل واحد والمستوى نتاعو معناتها. هذا سؤال هايل ياسر، هذه خاصيه من الخاصيات اللي توفرها وول ستريت انجلش. دوبل ما تبدا تقرا معانا المهم اول ايتاب هي تتسمى ان بليسمنت تيست، يعني احنا عندنا 20 ليفل مستوى، يعني مستوى في الانجليزيه من 1 حتى ال 20. ومهما يكون مستواك مع وول ستريت انجلش تبدا تقرا مباشره. احنا المجموعه هذه الطيبه اللي موجوده في الحمامات هذه هو شنو صار، نفس الطريقه اللي نخدموا بها اليوم من بنزرت لتطاوين بما ان 100% اونلاين، عملنا لهم لو تيست دو نيفو وبعد مباشره يدخلوا يقراوا حسب المستويات نتاعهم. بالضبط هذا هو البرنامج نتاعهم. باش تختم معاك لانه عندنا دقيقتين مازالوا. توا المقيمين في الحجر الصحي هذوما خلينا نقولوا هما مقيمين في نزل البديره بالحمامات. وفي الحقيقه يعني على مواقع التواصل الاجتماعي الناس كل قالوا يعني هذم المحظوظين في الحجر الصحي. لانهم مقيمين في النزل يعتبر يعني من ارقى النزل في تونس. زدناهم دروس الانجليزيه. ايوه معناتها تبارك الله يتسموا هذوما دبروها في الحجر الصحي. ما شاء الله. هل انه التجربه هذه باش تتعمم على مواقع اخرى بتاع الحجر الصحي لانه مش الناس الكل في البديره؟ كل احنا اللي يطلبونا في المواقع هذه نجموا نوفروها، هذه خدمه احنا ماذا بينا. الهدف نتاع المشروع هذا من البدايات هو انه الانجليزيه تولي موجوده عند 12 مليون تونسي من بنزرت لتطاوين. واليوم التكنولوجيا توفر هذا. احنا اليوم ملي تعدينا 100% اونلاين عندنا تلامذه دخلوا معنا من بنزرت من صفاقس من قفصه، ما عادش نقريو في تونس العاصمه برك وين عندنا المراكز نتاع التكوين نتاعنا القرارات نتاعكم. ابسوليومون، لكن ولينا من بنزرت لتطاوين. يعني مرحبا، تكون حاجه هايله ياسر لو الناس الكل ونجموا طبعا نوفروا هذايا حسب طبعا ديما طاقاتنا والامكانيات يعني المتوفره المجموعه الاساتذه نتاعنا. انا اذا نجم تهدي وفريق نجم يهدي دروس انجليزيه كتحيه
تحية خاصة للإطار الطبي الكل من بنزرة التطاوين اليوم ساهر على صحتنا، هذوما ماذا بينا زادة كان نهديو لهم تحية بالإنجليزية خاصة في أبواب رمضان هذا اللي باش يبدا عن قريب، وان شاء الله رمضان مبروك للناس الكل. ان شاء الله رمضانك مبروك، وان شاء الله رمضان كل التونسيين والتونسيات مبروك علينا يا ربي، ان شاء الله يرفع علينا ربي هذا الوباء، وان شاء الله التوانسه كل بالف خير. شكرا لك ضياء بن الطيفه مدير عام وول ستريت انجلش تونيزيا على هذه المبادره، واللي كما سمعتوا باش يتم يعني تعميمها في كل مركز.